قررت المشي على الجلوس في بيتها. عدة أيام مرت ومنى تسير منذ أن انطلقت من منزلها في حيفا متجهة إلى القدس للمطالبة بالكشف عن هوية قاتل ابنها خليل الذي قتل قبل شهرين ونصف في حيفا. بطلت شغل، بطلت كل إشي، بدي أتفرغ للي قتل ابني، بدي أخذ حقه، بدي أعمل كل إشي بس عشان أخذ حق ابني. مين اللي قتل ابني؟ مش اللي قاتل قاعد برا مبسوط وأنا ابني تحت التراب. أمهات أخريات ثكالى، انضممنا إلى منى في مسيرة أمهات من أجل الحياة، من بينهن والدة سعد من الطيبة الذي قتل قبل نحو عامين، تاركا وراءه هذه الطفلة سارة. تقول لنا جدتها إنها ستعمل كل ما بوسعها كي تدرس سارة المحاماة لنشر العدالة. مستعدة أمشي من هلا آخر يوم بحياتي بس ما يموتش كمان شاب مثل ما مات ابني. ارتفاع في مستوى جرائم القتل داخل الخط الأخضر واتهامات للسلطات الإسرائيلية وتحديدا الشرطة بالتقصير في الكشف عن القتلة وعدم عمل ما يلزم لمحاربة الجريمة وفوضى السلاح. نتيجة للعنصرية تشعر عندما يقتل عربي إنه لا توجد مساءلة، هذا شفاف، هذا كائن شفاف لا أحد يراه. يعني الدولة لا تحاسب وزير الأمن الداخلي لما بتصعد عدد أرقام القتلى العرب. المشاركون في المسيرة اختاروا المشي نحو 190 كيلومترا والمرور من داخل 14 مدينة وقرية داخل الخط الأخضر تكثر فيها جرائم القتل. 56 عائلة ذاقت مرارة الفقد جراء جرائم القتل منذ بداية عام 2020. من أجل العدالة تقطع مسيرة الأمهات كل هذه المسافة مشيا على الأقدام، مطلبهن الكشف عن قتلة أبنائهن ومحاسبتهم، أملا في ألا يطال ألمهن. أمهات أخريات. أحمد جردات، العربي، الطيرة، داخل الخط.